يا صباح الخير على حضراتكم ومعادنا مع فنجان قهوتنا. وفنجان قهوتنا النهارده ودايما يكون مختلف، هنشربه مع واحد من اهم اساتذه الاورام في مصر وواحد من وزراء التعليم العالي اللي جم في وقت شديد الدقه شديد الصعوبه، ورغم كده كان له بصمات مختلفه. هنتكلم معايا النهارده عن الصبح وعن القهوه وعن الاورام وعن التعليم العالي وتفاصيل كتيره جدا هتكون محور فنجان قهوتنا النهارده مع دكتور حسين خالد. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور حسين، الاول انا هبدا مع حضرتك من الصبح، نهار كده من اوله، عادات حضرتك الصباحيه، هل المناصب المختلفه اللي حضرتك تقلتها كانت في عادات ثابته وسط كل الضغوط دي، ولا عادات عند حضرتك حاجات مقدسه؟ لا، هو في حاجات مقدسه طبعا. نعم. بس اول حاجه احب اقول لحضرتك ان القهوه بتاعتكم جميله جدا، ده يعني شيء يسعدنا فندم، يعني دي شهاده كبيره يا دكتور. فانا بصحى بدري جدا، يعني بين 5:30 وبين 6، يعني وممكن بدري قبل كده شويه اصلي الفجر، وبعدين ابتدي شغل انا بقى اللي هو اذا كان دراسات بحثيه، اذا كان شغل اداري، اذا كان اي حاجات ليها يعني اللي هو الواحد عايز يعملها بيشتغلها الصبح من الساعه 6 لغايه 9 9. يعني عمل حضرتك ما بيبداش من المكتب، عمل حضرتك بيبدا من البيت. بالظبط، حتى وانا عضو هيئه تدريس في الجامعه قبل ما اخد اي مناصب اداريه. وفي الفتره دي الحقيقه باخد فنجان شاي. بمناسبة قهوة الصبح يا دكتور وحضرتك وشاي، يعني الناس بتقول لنا الشاي بلبن والقهوة وكل حاجة عندنا، يعني حد عنده مشكلة مع حاجة بيقول لك بتجيب أورام، الكلام ده له أي صحة يا دكتور؟ لا خالص، وبالعكس ده حاجات كلها مفيدة. وبعدين هو بس الواحد دايما لا إفراط ولا تفريط، يعني الواحد يبقى معتدل زي أي حاجة يعني أنا برجو إن الناس ما تسمعش اللي أو ما بتشوفش اللي بيتكتب في وسائل التواصل الاجتماعي اللي خاصة بهذه الأمور، وتلجأ للناس المتخصصين اللي هم يقدروا إن هم يفيدون فعلا بما هو مفيد وبما هو هو الغريب مفيد. كمان اصل الحاجات دي بتنزل بقى، يقول لحضرتك اثبتت دراسه في مركز ابحاث البتنجان المخلل في الولايات المتحده الامريكيه، واي كلام بيتقال. مين هيدور بقى؟ مين هيدور بالظبط. طب حضرتك يا دكتور كمل لنا بقى.